الموت. فضيلة الشيخ، هناك من هو مقصر في بره لوالديه ولكن لا يعلم ذلك أو غير منتبه. هذا يوجد والحديث عنه يعني ذو شجون، لكنني أقول إن أبواب الجنة تنادي أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال إلزمهما أي والداك فثم الجنة. من علم أن الجنة تنادي أهلها علم أن من طرائق منادات الجنة لأهلها أن يأتي الإنسان إلى والديه فيبرهما. قد الحياة العملية اليوم تجعل الصوم مثلا أمرا صعبا، الحياة في الإنفاق على الأبناء تجعل الصدقة أمرا أصعب مع قلة موارد الرجل. ثمة أشياء كثيرة تحول بين الطاعة، لكن يبقى بر الوالدين بابا مفتوحا، لأنه على الأقل بالكلمة الطيبة، على الأقل بالتفقد في الزيارة، خفض الجناح، إيثار حقهما على حقك وعلى حق من حولك، مراعاة ما يعرف عند الناس بالخواطر، هذا كله تشترى به الجنة بثمن زهيد. لكن الناس يعني أحيانا يخلطون، يريدون أن يكونوا مع والديهم كما يكونوا مع الناس، وهذا أصعب ثوب يلبسه بنو آدم. لكن الإنسان العاقل إذا دخل على والدي أحدهما أو كلاهما، كل رداء يلبسه أمام الناس يجب أن ينزعه. قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يستطيع الإنسان أن يخفض جناح الذل من الرحمة حتى ينزع اللباس الذي دخل به. لكن إن دخلت به وأنت الملك، وإن دخلت به وأنت الأمير، وإن دخلت به وأنت الوزير، وإن دخلت به وأنت الشيخ، وإن دخلت به وأنت العالم، وإن دخلت وأنت به الثري، أو أنت المدير، أو أنت رئيس جامعة، أو غير ذلك مما تلبسه للناس في الدنيا خارج بيتك، فلن تستطيع أن تبرهما على الوجه الأكمل وعلى النحو الأتم. لكن أدخل عليهما على أنك ابن لهما وأنهما السبب في وجودك، وتنصل من كل ما تعرفه عن نفسك ويعرفه الناس عنك، هنا بإذن الله تساق سوقا رقيقا إلى البر.